الحمد لله، فالصلاة بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأشهد أن لا
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ ما أعددت لهذه الساعة؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة ولا حج إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب. أيها المسلم الكريم، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نور لك في الدنيا وفي الآخرة. أما قال جل وعلا: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إذا ما أردت أن تقبل المولى عز وجل لك دعاء فابدأ بالصلاة على سيدنا رسول الله. وكيف تمرض عليك صلاتنا وقد أئمت؟ أي مريت يا رسول الله. كيف تمرض عليك صلاتنا وقد أئمت؟ أي مريت وأصبحت وفاتا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أيها المسلم الكريم، إن الصلاة على سيدنا رسول الله والبخيل هو الذي يسمع اسم سيدنا رسول الله ولم يصلي عليه. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فقال في الدرجة الأولى: آمين. ثم صعد الدرجة الثانية فقال: آمين. ثم صعد الدرجة الثالثة فقال: آمين. فبعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الصحابة: وقال لي يا محمد: بعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومعركنا وقدوتنا إلى الخير محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله ما في الخلق مثل محمد في الفضل والأخلاق والأنفال. هذا النبي الهاشمي المصطفى من خيرة الأجسام العدلان، لو حاول الشعراء وصف محمد وأتوا بأشعار من الأوزان، ماذا يقول الواصفون لأحمد بعد الذي جاء في القرآن؟ أيها الأحباب، لزاما علينا أن نكثر من الصلاة على سيدنا رسولنا، لأن كثرة صلاتنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مجاة لنا في الدنيا وفي الآخرة. انظر أيها المسلم الكريم إلى هذا الرجل الذي ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، وفي الطريق كان معه والده، فمرض والده مرضا شديدا، وكان والده أبيض البشرة، وكان والده بشرته بيضاء، وفي الطريق أراد هذا الولد أن يداوي والده وأن يعالج أباه، فلم يستطيع فمات أباه. فلما مات أباه نظر إلى وجهه فإذا وجهه اسود كالليل أو كظلمة الليل، فحزن الابن على هذه القاتبة على قاتلة الأبي. انظروا إخوة الإيمان والإسلام إلى مدى فضل الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ به يضع أباه على حجره وينظر إلى أباه، وسجى أباه بثيابه وهو يبكي، فأخذ هذا الولد سنة من النوم، فإذا به برجل أفضل فمن أجمل الناس ويلبس أحسن الثياب، وإن به يلبس أحسن الثياب، وكان رائحته من أطيب الرائحة. وإن بهذا الرجل يأتي ويضع يده على وجه أباه، فعاد وجهه أبيض كفرقة القمر. ولما أراد هذا الرجل أن يغادر فإذا بهذا الولد يمسك بتنابيب ثيابه ويقول له من أنت؟ يسأله وهو في رؤيته وهو في منامه، من أنت؟ فقال: أنا تعرفني، أنا محمد بن عبد الله صاحب القرآن. فقال: وما الذي حدث؟ فقال له: إن أباك قد أسرف على نفسه من الذنوب والمعاصي، لكن بكثرة الصلاة عليه استغاث بي فأتيته ومررت يدي على وجهه فكان وجهه فلقة قمر. كل هذا بسبب الصلاة على سيدنا رسول الله. إذا أردت الأمان في الدنيا وفي الآخرة، إذا أردت الأمان في قبرك، إذا إذا سمعتم المؤذن فقولوا إنما يقول